اللي هم المتدربين هنا، قلت لهم احنا افترضنا ان احنا زرعنا شجره والشجر دي هتنزل الزهور، وكل مربع هنحط فيه زهره مختلفه عن التانيه، وفعلا كل واحد عمل مجموعه وحطيناهم كغطا كخشب. هم عملوا لي الخشب، الوزاره عملت الخشب، وبعدين انا حبيت بقى اكمل بقى، عملت الباقي الازاز وعملت الشغل ده. طبعا مننا ومكان كده هنا بقى، يعني نقدر نقول ان دول من واقع الحجة. أنا حجيت سنة 72، لما جيت عملت دولة وعملت طبعا الكعبة والطواف وكل حاجة عنها، وعملت الحرم النبوي والسجود والصلاة والشكل الإنساني والتعبير باللون الأخضر المغلوطة والتعبير عن المكان بالدايرة. هنا ده في سجود، لما تشوف الشكل الفجر ده نفسه هتلاقيه في صلاة، وبعدين تحسي بالانتماء للمصرية، للهرم، للأرض، للتاريخ. وهنا ده الدايرة صلى الله عليه وسلم، كل الحاجات الصغيرة دي بتمثل الناس اللي حوالينها اللي بتروح فيها، اللي بتروح لها، اللي بتروح لهذا المكان. ودي مداخل كلها، ودي شكل انسان بيروح هناك. فالتعبير كله عن الحرم النبوي، واللون والرمضة اخضر. انا مش عارفه ازاي ما خدتش بالي من الحاجات دي، او شفتها وعدت عليا. معلش انت كنت مشغوله. دي بالذات حلوه، ودي كمان انا بحبها قوي، على الابليس الثلاثه، وازاي هم ورا بعض كده، وازاي هم كونكريت حاجه مبنيه، والخرفان والخروفه عن الاخار، خروفه عن الاخار كده. يعني كمان الفرق في المارس عن شغل جامد قوي، الفرق ما بين الجسم ايوه والراس ايوه، حلوه قوي قوي، عامل شغل جامد. وده بقى وانا طالب ده من الاربعينات، لان كان فيه الكلفولاء والعمال يطلعوا يريحوا يقيلوا يقيلوا، فانا باخد لقطه كده من احساس عليه احساس بيستريحهم وكده. تحسي فعلا في واحد نايم معتمد على انا لقطت الاثنين دول اول ما دخلت. بس دي انا ما فهمتهاش لوحدي، حضرتك شرحتيها ما خدتش بالي خالص من السجود ولا حاجه، بس يعني ايه، هو المكان بقى ده مدخل، ويعني وهنا بقى في شغل، في شغل الاولاد مع الحضان، دي من ضمن الشغل. لما جيت هنا القريه اللي كانوا في الناس اللي اشتغلوا معايا من الاول، من اول ما جينا هنا في السبعينات، حبيت يعني كانوا بيشتغلوا معايا في الخرز البنات وفي غير البنات، فايه انتوا عاوزين نعمل البيت بتاعهم، هم بقوا يعملوا البيوت بتاعتهم. وقتها كانت كده، دلوقتي اتغيرت، دلوقتي هم غيروا حياتهم، كان عندهم سلم وعندهم كده وعندهم بيت، بقوا يبنوا بالطوب دلوقتي. وطبعا الحيوانات والانسان وكل الحاجات دي من بتاعه الايه، من بتاعه القريه هنا. الشاب ده جديد، الشاب اللي عامل ده وعامل ده وعامل ده وعامل الحاجات دي، هو هنا
هو جديد هنا بيشتغل في البطاطا، جايبينه شاب صغير هو عنده 18 سنه بس عمره كان بس ايه، هو لقى الطينه خد الطينه وقعد يشتغل، وبعدين انا شفت اشتغل متتبع كل يوم اقول له مين. فهو مثلا راح عمل ايه، عمل دي مره دي عملها مره حلوه، انا لقيتها عامل الحيوانات لوحده حيوانات وعامل، فانا بس وجدته لانه يفرخها فرخها عشان تتحرق وتبقى ايه تتحرق. فهو عامل يعني ممكن يحطوه في اي شكل، وجدته للتفريق لانه شوفي عامل وش، وبعدين قال لي هعمل له راجل فخليته يعمل ويفرق عشان هتتحرق، يعني خليته عمل ده عمل وش وعمل كده. هو تفكيره مختلف خالص. فهو يعني شوفي ودنا عاملها ازاي، يعني بيسمع كويس هو وايه، فله تفكير مش عارفه، حاسه انه ميال لفنون القتال شويه، هو ما يعرفهاش اكيد، بس اللي من الايه عامل القتي الحصان اهو بيفرغه، وقال لي اهو فرغته وعامل حصان بياكل، وما اعرفش ده ايه ثعلب مكسور، وده ايه برضو عامل عامل بيت وعامل شجره، بس تفكيره مختلف. حبيت اعرفه بقى يعمل بالحبال الآنية، فعمل دي وهو عملها للبنات، انا بس وريته البنا وعمل الشكل وحط لها الايدين، يعني هو عمل دي الواحد، يعني هو وعمل ده وكتب اسمه بقى. انا بقى قلت له انت ما تتعلمش عشان ما تتعلمش، قلت له شوف ان ما كنتش تتعلم تقرا وتكتب وهو بقى بيحب الشغل الطينة، فهو بيعمل الطينة وبيجيبهم. ده هو بقى له شهر هنا جاب لي دي بقى آخر حاجة جابها لي، حصل لك ايه؟ عامل ملاك ملاك عامل ملاك، وكان عاملها قصيرة وعاملها مش عارفة ايه ولا انا عاملها ايه. قلت له لا